يا منى، وشكرا لناتالي، جوعتونا يعني. ولعل أهم الأماكن التي يستحسن أن تبتعد عنها التكنولوجيا هي المطبخ لتبقى طبيعية. ولكن من الطبيعي أن نتكلم عن تكنولوجيا في عام 2022. نسمع كثيرا عن تقنية سلسلة الكتل البلوكتشين، نحاول أن نتعمق فيها وقد تبدو غامضة بالنسبة إلى الكثيرين منا. لشرح مبسط لهذه التقنية يسرنا أن نستقبل معنا في استوديو البروفيسور بيير الخوري، الخبير الاقتصادي ومدير العلاقات الخارجية في جامعة AUCE لبنان. بروفيسور، نورت استوديو، أغنيته لمجرد إطلالتك علينا. تسلم وتعيش. تسلم. بروفيسور، أنت معروف بتبسيط التكنولوجيا أو التفاصيل المعقدة في عالم التكنولوجيا، هذا من أسرار قوتك طبعا. الحمد لله. البلوك تشين، سلسلة الكتل، اسمها معقد، كيف بدنا نبسطها ونعرف عنها لكل مشاهد عم بيتابعنا بهالوقت؟ شوف استاذ، بدنا نستفيد من كيف تبسطت كلمة انترنت. انا اكبر منك وبعرف يوم سمعنا اول مرة بكلمة انترنت كانت لغز كبير، ربما اكبر من لغز بلوك تشين اليوم، لانه وقتها كان فيها تواصل، كان فيها ناس على بعد عشرات الاف الاميال فيها تحكي مع بعضها، كانت كتير فكرة غريبة. اليوم الحمد لله من حظ بلوك تشين انه اجت بعد هالثورة كلها هيدي. بلوك تشين ببساطة هي مشروع لإلغاء الوساطة بالدنيا، صير كل الناس بتقدر تتواصل مع بعضها بطريقة مباشرة وبدون ما يكون في وسيط عم بيقرر بأي طريقة بتتواصل وبأي تمن بتتواصل وشو بيلغي محتويات وشو بيقدم محتويات. هذا بيتطبق على السوشيال ميديا مثل ما بيتطبق على عالم الأعمال كله، لأنه هي التقنية ببساطة هي مثل جردة حساب بنسميها دفتر استاذ. كل شيء بيصير على هالقاعدة المعلومات معروض قدامنا، قدام كل المشاركين، وكلنا بنقدر نشوفه، وبالتالي ما في حدا بيقدر يعني يحتكر المعلومات، وما في حدا بيقدر يعمل مانيبوليشن او تغيير او تحكم او اي شيء بالمعلومات الموجوده على الشبكه. هذا يعتبر تطور ثوري من الشبكه الحاليه. الشبكه الحاليه شبكه قائمه على الوسطاء، والاقتصاد قائم على الوسطاء، كل اقتصاد العالم اليوم هو اقتصاد قائم على الوسطاء. قيمتها هاي انه بتلغي دور الوسيط. اليوم هالوسيط كان موجود لانه كان طبيعه الاقتصاد تتطلب ضمانه، ما يتطلب شخص ضامن، كان هو عادة الوسيط. هذا صالح بالبنوك، صالح بشركات التأمين، صالح بالشحن، صالح يعني إذا بدك بكل أوجه الحياة. طبعا تمثيلي عن الوسطاء، شو بتعني بالوسطاء؟ البنك هو وسيط بين اللي معه مصاري ومعايزهم وبين اللي ما معه مصاري وعايز. بيجي هو بيلعب دور الوساطة. هذه الوسطة بتعطي ثقة لهيدا ولهيداك. يعني ممكن يأثر على دور البنوك البلوك تشين؟ كل المؤسسات المالية، وأساسا بنوك كبرى بالعالم، بلشت هي يعني تستبق الأمور. تعرف أنت بلشت هي تفوت على شبكة بلوك تشين. بنك أوف أمريكا عنده استثمار كتير ضخم ببلوك تشين، والعديد من البنوك الدولية. هلأ إذا صارنا فرصة نحكي مين المؤسسات الدولية الكبرى، يعني عم نحكي عن كبار كوربوريشنز بالعالم، نمروا عليها بشكل سريع هيك 3-4 أسماء. أكيد عندك IBM، عندك سيمنز، أمازون، بنك أوف أمريكا، UBS، مايكروسوفت، KPMG، جولدمان ساكس، فيزا، فايزر. يعني هيدي من 100، عم نحكي من 100 كبار، عم نحكي يعني عن الامور حتى البلوك تشين ما يلغي دورهم. لا، بتعرف اليوم التكنولوجي ما بقى فيك ترفضها. حتى لو كان انت بدك تدفع من شو عندك سيطره. لانه اذا ما عملت هيك بعد شوي بياكلوك. الشركات عندها اكيد يعني عندها دائما عندها نظره للمستقبل بعيده، بتقدر تفهم وين رايحه الامور، بتقدر تفهم انه هالتكنولوجي يا بفوت فيها يا بتلغيني. بالعادة في نوعين تفكير، يا بتمنع التطور يقرب وبالأخير التطور لا سمح الله بيدعس عليك، يا بتفوت بالتطور. بعتقد هول عم بفكروا هيك كلهم، يعني بنفوت بالتطور ومنشوف كيف نحن قادرين نكون جزء من هالعالم الجديد اللي اسمه بلوك تشين. بلوك تشين بالمختصر بالنهاية هي الجيل الثاني من الانترنت، هي ثورة بعالم المعلومات. المعلومات اللي كانت لحد هلأ محتكرة بأيدي قواعد معلومات كبيرة بنسميها الخوادم او السيرفرز الكبيره بالعالم، اليوم صارت متاحه لكل واحد منا. صار اذا حضرتك على بلوك تشين انت عندك نسخه من كل قاعده المعلومات. اي واحد موجود على عقده او نود هو جزء من هالعالم الكبير اللي هو يشارك فيه معلوماته ويتشارك الاخرون معهم
معلوماتهم بدون وسيط مركزي، يعني هالقد اذا بدك هالقد مفتوحه وثوريه بمعنى التكنولوجي ثوريه. هذا بياثر بعدين على كل شيء خاصه بالمعلومات الشخصيه تبعولنا، كل شيء خاصه لنقول بفحوصات الدم تبعولنا، كل شيء خاصه بالملكيه بوراق الملكيه تبعولنا، منع تزويرهم، منع احتكارهم من طرف تاني، منع بيع معلومات شخصيه لنا. وهذا بتعرف اليوم رائج كتير باقتصاد المنصات، انه احنا كل معلوماتنا مباحه للبيع بدون ما نحن ندخل في، بس اسمنا ممنوع من البيع. نعم. عرفت؟ بس اما كل شيء تاني، حركتنا، سلوكنا، تعاملنا مع العالم، تجارتنا، اهتماماتنا، هاي حقوق لك، بس عم بتصادرها المنصة. نعم. لسبب انه هاي المنصة عندها وضع احتكاري معين. اليوم لما تعمل انت هالمنصات كلها على بلوك تشين، صار كل هالمعلومات متاحة لكل المشاركين بالنظام، واهم من هيك صار اذا حدا بده يستخدم معلوماتك صار بده ياخد اذن منك. نعم. واذا بده ياخد اذن منك معناته في جزء من القيمة بده يرجع لإلك، جزء من هالقيم الكبيرة، انت عارف يعني اقتصاد المنصات يعني الاف مليارات دولارات اليوم. هون حضرتك عم تأكد قول لزميل في عالم التكنولوجيا ايضا استاذ غسان سرسق، هو كبير موظفي التكنولوجيا في ICS Financial Systems Limited، بيقول بأكد اللي انت عم تقوله انه البلوك تشين الحاصلة على اذن تشبه العائلة، يعني يقصد بهذا أفراد العائلة، منوثق ببعضنا البعض، منحمي بعضنا البعض، ولا نسمح بدخول الضيوف إلى منازلنا دون إذننا. شو رأيك؟ طبعا 100%. هيدا إذا بدك تبسيط أنا ما قدرت عليه اللي عمله الأستاذ سرسو، أنتوا عقدتوا على بعض حلو. بس أنا دايما مثلا بعالم المال بقول نحن بالزمان كان عندنا فكرة اسمها الجمعية. شو الجمعية؟ كان أنا وياك وعشر أشخاص، كل واحد عايز يشتري غسالة لبيته، نعمل جمعية، كل واحد بيدفع شقفة صغيرة بالشهر. هيدا قبل نظام الإقراض والبنوك. ومنصير بآخر كل شهر متفقين نحن سلف إنه هالمرة دور توني، هالمرة دور بيير، هالمرة دور إلي، هالمرة دور محمد إلى آخره. رحنا كلنا صار عنا عشر غسالات، كلنا ما دفعنا ولا قرشدين، كلنا عارفين مصدر المال، كلنا عارفين كيف عم يستخدم المال، كلنا عارفين كيف بيمرق علينا الوقت امتى بيجي دورنا. هيدا كان نظام بلوك تشين فطري بتعمله الناس قبل ما تطلع التسهيلات المصرفية والإقراض والكريدت كاردز وديون الشركات وإلى آخره، وبعده لهلأ ببعض القرى عنا مستمر هذا، بنسميه نظام الجمعية. بعتقد بيعملوا جمعية بين بعضهم، بصيروا يلموا مصاري كل شهر، بالأخير بيلاقوا كل واحد قادرين يشتروا إشياء معمرة ما كان قادر أي واحد بميزانيته يجمعهم ليشتريهم. هيدا إذا بدك بلوك تشين فطري، فطري بفطرة العالم هو موجود. مثل هيئة البناية كمان يلي بتتولى أمور وشؤون البنايات. هون أنت تغلبت على أستاذ غسان بالتبسيط أكثر وأكثر. هلا هيئة البناية فيها بوليتكس تبع، فيها بيلدينج بوليتكس، يعني فيها واحد سياسات. أقوى من واحد بيقول لهم هيدي ما بتزبط إلا هيك، وهو مهندس وهو كذا. هون ما في هون يعني الأشياء مكشوفة أكثر. هيئة البناية ممكن تنعمل على بلوك تشين، تجمع بحي ممكن ينعمل على بلوك تشين، ايفن بلدية ممكن تنعمل. تخيل يعني قديش احتمالاتها واسعة. انتخابات، نقابة، ما بعرف شو، بتنعمل على بلوك تشين كلها، وبساعتها هي مش الخطأ صفر. ما في بالنتائج هي مش الخطأ صفر. ليك شوف اليوم قد ما حكينا استاذ عن لوين ممكن تروح بلوك تشين، نحن قاصرين لانه بالنهاية نحن عقلنا ابن اليوم. نعم. يوم طلعت الانترنت ما كنا بنعرف شو ممكن تعمل، كنا بنعرف انه شيء جديد وفيك تتواصل وفيك تفتح صفحة هاي الشركة وصفحة الوزارة الفلانية. الخيال ما بيقدر يسبق بهاللحظة الامكانات الحقيقيه، لانه اذا بدك حجم الاحتمالات اللي بتخلقها التكنولوجيا اكبر من عقلنا. صحيح، نحن بدنا نواكب التطور يعني يوما بيوم. بس تعريفك عن البلوك تشين او سلسله الكتل كان تعريف ايجابي بالكامل، اليس هناك سلبيات في تغييب دور هذه الوسائط اللي كانت بمطارح عم بتفيدنا على مدى السنوات؟ مزبوط، بس كل شيء بنوصل لمحل بينتهي دوره. هذا التاريخ قدامك، يعني الثابت عبر التاريخ هو رب العالمين، غير هيك ما في شيء ثابت، كل شيء على الأرض بيتغير. عرفت؟ التكنولوجيا بتتغير، الأعمال بتتغير، شكل العملة بيتغير، أفكار الناس بتتغير، علاقاتها ببعضها بتتغير.
اليوم في خطر من بلوكتشين وحيد هو الافتراض انه شبكة امنة 100%. هيدا بعتقد لازم نصوبه نحن. انا بقول البلوكتشين هي امن الشبكة ولكن لا يعني انها امنة 100%، معرضة للاختراق. بس اذا بتقارن بقواعد المعلومات التقليدية قديش هي معرضة للاختراق، بيطلع في اجيال بين هيدي وهيديك. بس نحن عم نقرب لقدام، نحن عم نقرب لقدام، وكل ما قربنا اكثر كل ما اكتشفنا العقل الانسان، هذا العقل المبدع والخلاق قادر يكتشف حلول لمشاكل قديمة. قيمة بلوكتشين انه بيعطيك حلول، يعني بالنهاية اليوم عم يوصل هالعالم يسكر بالحلول، في مطرح ما عم يقدر يلاقي حلول لمشاكل حقيقية. طيب هل سؤالنا الأخير وبالبساطة زيتها، هل بلوكتشين أو سلسلة الكتل ممكن تكون بمتناول كل مشاهد حتى الموجود بالريف اللبناني أو الريف الفلسطيني؟ أكيد الريف اللبناني، الريف الفلسطيني، المناطق غير الحضرية العربية، المناطق غير الحضرية بالعالم. بتوصل هالتكنولوجيا الحديثة، الزراعة، تكنولوجيا بلوكتشين بالزراعة عم تحل مشاكل التصريف كلها. كل مشاكل التصريف، لأنك أنت عم تخلق علاقة مباشرة بين الوحدات الزراعية وبين مراكز البيع بدون وساطة سوق الحسبة. يعني نعرفها نحن هون سوق الحسبة اللي هي بتاكل إذا بدك تقريبا تلت القيمة. عم تقدر تخلق هالعلاقة. وولمارت بالمناسبة هو أول واحد، أول تشين عالمي خلق علاقة مع المزارعين بدون ما يمرق بوساطة الحسبة. اليوم كل مزارع بالعالم بيقدر يكون بحال توفر البنى التكنولوجية يكون جزء من سلسلة عم تخلق علاقة مباشرة بين المواطن، بين المؤسسات وبين الأرياف. يعني كأنه البلوكتشين تأكيد على أنه التكنولوجيا يمكن أن تعزز قيمة الفرد وحرية الفرد. البروفيسور بيير الخوري، الخبير الاقتصادي ومدير العلاقات الخارجية في جامعة AUCE لبنان، شكرا لك، نورتنا وغنيتنا من جديد. شكرا لك أستاذ، شكرا. إن شاء الله منضل نشوفك تطبق البلوكتشين على الأرض. بإذن الله. شكرا لك.